الماشين ليرنينج والاي اي والحاجات دي، عايزين نعرف يعني ايه اصلا بروجرامينج لانجويج، وليه احنا بنستخدم البروجرامينج لانجويج، ليه لغات البرمجه دي حاجه مهمه في حياتنا وبداناها ازاي والكلام ده. طيب فاول حاجه كده يا اولاد، يعني ايه كمبيوتر؟ وات از كمبيوتر؟ يعني ايه كمبيوتنج سيستم عموما؟ ممكن كده الناس ترفع ايديها وتقول لي السله الوجوديه دي، يعني ايه كمبيوتر؟ البي سي اللي معاك في البيت ده يعني ايه؟ حلو، بس دي من ناحيه الاستخدام، من ناحيه الكومبوننت المكونات، يعني ايه هو ايه مش بنستفيد منه بايه؟ حلو ماشي قول. ماشي، الهاردوير ده بيتكون من ايه؟ حلو، طب تفتكر احنا اول هدف لينا ان احنا كنا عايزين نكون الكمبيوتر ده كنا بنفكر في ايه عشان نكون الكمبيوتر ده؟ اوكي، اوكي، طب ايه اللي بيميز البني ادمين عن الاله؟ اوكي زي الفل، صح. طيب احنا دلوقتي يا شباب كان عندنا الهيومن، الانسان ده كان بيكون من ثلاث حاجات اساسيين: العقل والحواس اللي هو بيتعامل بيها والذاكره بتاعته، صح. فاحنا عندنا المخ، الذاكره، والحاجات اللي بيتعامل بيها مع العالم الخارجي اللي هي بنسميها الانبوت والاوتبوت، حاجات الادخال وحاجات الاخراج. فاحنا دلوقتي لما بنيجي نشوف، احنا بنشوف بعينينا، صح، فبناخد من عينينا دي اوامر كده، بنشوف صوره معينه ونبتدي نعمل عليها بروسيسنج معين او اناليتكس معين جوه دماغنا، وجوه دماغنا نبتدي نشوف الصوره دي، احنا شايفين اللون ده احمر، شايفين اللون ده اخضر، وهكذا. فاحنا اول ما جينا نفكر في الكمبيوتر ده كنا عايزين نعمل حاجه شبه الانسان بالظبط. فاحنا لو قلنا ان الانسان بيتكون من ثلاثه كومبوننت اساسيين، طيب لو احنا قلنا ان البني ادم يا اولاد بيتكون من ثلاثه كومبوننت اساسيين، وهو المخ والذاكره والحاجات اللي بتعمل بيها مع العالم الخارجي، فاحنا قلنا ان احنا عشان نكون حاجه اسمها كومبيوتنج سيستم هنجيب حاجه اسمها سي بي يو، يعني المخ اللي احنا هيقوم بوظيفه المخ في الانسان، وهنجيب حاجه اسمها الميموري، وهنجيب شويه انبوت اوتبوت ديفايس. حلو، كلمه سيستم يعني نظام بالعربي، كلمة سيستم معناها ان احنا نجيب ثلاثة كومبوننت او مجموعة من الكومبوننت او مجموعة من المكونات هنحطهم مع بعض، كل واحد فيهم بيعمل وظيفة لوحده، بس لما هنكونهم مع بعض هيعملوا وظيفة اكبر. حلو، فاحنا مجرد بس ان احنا هنوصل الثلاثة كومبوننت دول مع بعض، يبقى احنا كده عملنا حاجة اسمها كومبيوتنج سيستم. حلو كده، كومبيوتنج سيستم ده يا شباب علشان نبتدي نخليه يسيموليت الحاجات الواقعية. فانت حضرتك لو عايز تخلي زي ما البني آدم بيشوف، عايز تخلي الكمبيوتر ده بيشوف، مجرد ان انت تحطه مع الانبوت اوتبوت ده كاميرا، فبالتالي كده الكمبيوتر بقى يشوف، صح كده ولا لا؟ عايز تخلي الكمبيوتر ده يبتدي يشم، فانت عندنا كلنا مركبين هنا سنسورز بتبتدي تشم الدخان، فاول ما يحصل دخان مثلا معين فيعرف ان في حريقه، فيعرف ان في الارم، فبقى كده خلينا حاجه اسمها كومبيوتنج سيستم بتعرف تشم، صح كده ولا لا؟ ونفس الكلام يقيس على كل حاجه، عايزين نخلي مثلا الكمبيوتنج سيستم بيتحرك، هنركب مع الكمبيوتنج سيستم ده موتور، الموتور ده هيخليه يتحرك زي الروبوتكس، صح كده؟ بس ظهر ان عندنا احتياج ان الكمبيوتر سيستم ده احنا عايزين نبتدي نديله بعض الاوامر ونفهمه انه يعمل حاجات. عايزين مثلا نقول له ان اول ما تشم مثلا ريحه دخان اديني الارم، اول مثلا ما تبتدي تلاقي مثلا عايزينك نحركك بشويه حاجات مثلا او شويه اوامر معينه. فابتدى يظهر لينا ان احنا عايزين ندي شويه اوامر للكمبيوتر ده، لان احنا نخليه يفهمنا احنا عايزين نعمل ايه. فاحنا عايزين نديله انستراكشن، اوامر. طب الكمبيوتر ده هو هاردوير، يعني حاجات ملموسه كلها شغاله بالكهرباء، صح؟ فعشان نعرف نبرمج الحاجات دي، فابتدينا نعمل اول لغه برمجه في حياتنا كانت 1 وزيروز، بنسميها المشين لانجوج. ال1 والزيروز دي معناها ان في كهرباء وما فيش كهرباء، دي بشويه اوامر كده احنا هنبتدي نعملهم، هنبتدي نخلي الكمبيوتر ده يفهمنا. فاحنا البني ادم كان بيعمل شويه ايه، بيعمل شويه عمليات حسابيه، جمع، طرح، ضرب، قسم، الكلام ده. فابتدينا نعمل اد مثلا، طرح، ضرب، جمع، بنعمل حاجه اسمها انستراكشن سيت، شويه اوامر بيفهمها الكمبيوتر ده. الاوامر اللي بيفهمها الكمبيوتر دي كانت بتتكون من مجموعه من الزيروز 1.
طبعا مستحيل مستحيل فينا حد هيعرف ان مثلا الزيرو والوان والزيروز دي بلس والماينس مثلا زيرو واحد زيرو مش عارف ايه. فانت حضرتك هتقعد تحفظ الوان والماينس والبلس دي بتتكون من قد ايه بقى، او بتتكون من كام خانه من وان والزيروز وكده، اكيد دي حاجه صعبه علينا جدا صح؟ احنا مش هنعرف نحفظ مجموعه من الارقام كل الارقام وان وزيروز صح كده. كمان في مشكله تانية ان قالك ان احنا لو ابتدينا نغير الهاردوير ده، لو احنا ابتدينا نعمل هاردوير جديد غير الهاردوير اللي احنا مستخدمينه ده، نجيب نوع مخ تاني، فهيبتدي كل الاوامر دي تتغير. فحضرتك لما بتعمل وان بروجرام بتعمل وان بروجرام لوان هاردوير، فوانس ان انت غيرت الهاردوير بتاعك هتبتدي حضرتك ايه تغير كل البروجرام. طب هل ده احنا شايفينه في الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي؟ هل احنا مثلا لما حضرتك بتجيب نوع لابتوب ديل او بتجيب نوع لابتوب لينوفو، هل بتنزل جوجل كروم فور ديل، جوجل كروم فور لينوفو، ولا بتنزل جوجل كروم لاي نوع هاردوير صح كده؟ طيب زي الفل. فبالتالي كانت الماشين لانجوج دي فيها عيبين صعبه جدا 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 فوق ما تتخيلوا. تاني حاجه انه بتتغير لما بنغير الهاردوير، فبالتالي بكتب ابلكيشن لوان هاردوير وبالتالي مش عايزينها في حياتنا. حلو. ابتدى يظهر لانجوج تانية اسهل شويه بنسميها الاسمبلي لانجوج، يعني كده ممكن اوريها لكم في السلايدز. الاسمبلي لانجوج، الاسمبلي لانجوج دي ابتدت تدي شويه اوامر بقى يا اولاد. بدل ما كنا بنقول 1 و 0 1 0 1 0 لا، هنقول كلمه اد، هنقول كلمه سب، هنقول كلمه ملتيبلاي، هنقول شويه كووردز كده، فابتدى اقرب للانجلش شويه صح كده. فابتدى ان احنا نحفظ الكلمات اد مثلا سب الكلام ده. فاحنا كده حلينا شويه مشكله الصعوبه، ان احنا ابتدينا بدل ما كنا بنحفظ 1 و 0 ابتدينا نحفظ كووردز، يعني هنجمع هنضرب، وحاجات دي قريبه من حياتنا الاجتماعيه يعني اللي احنا بنستخدمها في العلم بتاعنا. وبالتالي الدنيا سهل شويه، بس ابتدينا نضطر نعمل حاجه كده معينه. هو الاسمبلي ده اولاد الكمبيوتر بيفهمه ولا احنا بس اللي بنفهم الاسمبلي؟ طيب علشان احنا نحول الاسمبلي ده لحاجه ماشين لانجوج، الكمبيوتر ما يفهمش غير ماشين لانجوج، فابتدى يظهر حاجه اسمها اسمبلر. الاسمبلر ده بيحول الاسمبلي لماشين لانجوج، فابتدى يظهر حاجه بتحول الكود، ترانسليتور بتحول الكود بتاعك. فانت زي ما كنا بتكلم عربي وانت بتتكلم انجلش، فانا مش عارف اتكلم انجلش وانت مش هتعرف تتكلم عربي، فهنجيب ترانسليتور في النص. اول واحد ترانسليتور ظهر في حياتنا كان اسمه الاسمبل. حلو كده. طب كلام كده جميل، الاسمبلي بقت زي الفل يا باشمهندس فينا والدنيا تمام والدنيا جميل، بس لسه وانس ان انا لو غيرت الهاردوير يا شباب هغير كود الاسمبلي كله. فبالتالي حضرتك مثلا لما تيجي في الناس بتوع انجينيرنج هندسه مثلا اللي هم بيبقوا قريبين شويه من الكمبيوتر سيستم والامبيدد، بيقعدوا مثلا كانوا يذاكروا حياتهم على 80 85 تقريبا، فبعد ما تخلص الجامعه نقول له لا انت الداتا شيت اللي انت خدتها 8 85 دي لا، انت هتروح للمايكرو كنترولر تاني او نوع مخ تاني، فهتبتدي تذاكر الدوكيومنتيشن بتاعت المايكرو كنترولر التاني، الدوكيومنتيشن المايكرو كنترولر التالت وهكذا. فطبعا حاجه صعبه جدا، لان احنا بنكتب برضك ابلكيشن واحد لوان هاردوير، لو غيرنا الهاردوير هنضطر نغير الابلكيشن كله. وابتدي تظهر بقى طفره علميه اسمها الهاي ليفل لانجوج. الهاي ليفل لانجوج هي اول لانجوج بقى تبتدي تكون بروتابل. يعني ايه بروتابل؟ يعني ما بتتغيرش لما بنغير الهاردوير، بس هي فولي بروتابل يا باشمهندس مينا، يعني هي 100% ما بنغيرش ولا سطر كود حتى لو غيرنا الهاردوير. قال لك لا، قال لك هي بيبقى بنسبه 80% ما بتتغيرش، بس في نسبه 20% لو انت غيرت الهاردوير بتاعك هتبتدي تغير الكود ده، بس انت وصلت لمرحله ان في 80% من الكود مش هيتغير صح كده ولا لا؟ طيب، وكانت اول لانجوج ظهرت في العلم ده السي لانجوج، والسي لانجوج عملت طفره كبيره في الهاي ليفل لانجوج دي، ابتدى يشتق منها مجموعه من اللغات. بعد كده جت السي بلس بلس، وبعد كده جافا، بعد كده بايثون، بعد كده الروبي، هنتكلم عن كل الانواع بتاعه البرمجه بعد كده. طيب بس احنا يا باشمهندس فينا انت كده خليت بالوعد اللي انت وعدته من اول المحاضره، ان احنا عايزين نكون بروتابل، عايزين نكتب وان ابلكيشن يشتغل على اي نوع هاردوير. يجي بقى اول فكره ابلكيشن عملت حته الابستراكشن لاير. يعني ايه ابستراكشن لاير؟ عملت لي عزل. فاحنا اتفقنا يا شباب ان احنا شفنا الكمبيوتر من منظور الهاردوير صح كده، بس احنا اتفقنا ان الكمبيوتر ده كمان عشان نشوفه من منظور تاني احنا محتاجين سوفت وير عشان نبتدي نبرمج الهاردوير ده صح. احنا عايزين سوفت وير مثلا نعمل عليه جيمز، عايزين سوفت وير نشغل عليه فيديوز صح. فبقى عندنا سوفت وير وهاردوير. لغايه دلوقتي احنا قدرنا نوصل بالهاي ليفل لانجويج ان احنا نعمل ابستراكشن لاير بنسبه 80%، بس ما عملناش فولي ابستراكشن لاير صح، ما عملناش لاير تمنعني من ان انا لو غيرت الهاردوير اغير الابلكيشن صح. انا عايز اعمل وان ابلكيشن يا اولاد يشتغل على اي نوع هاردوير صح كده. فابتدى تحط لاير في النص، ولاير عملت طفره علميه كبيره، الاوبريتنج سيستم. والاوبريتنج سيستم يا شباب هي شويه لايرز، شويه كومبوننت بتتكون
من مجموعه من اللايبراريز والدرايفرز الكبيره اللي بتدي تعمل ابستراكشن لاير. يعني ابستراكشن لاير يعني بقى تعزل لي ان السوفت وير ما بيعتمدش على الهاردوير. فبقى السوفت وير ده ولاد ما بيعتمدش على الهاردوير، بيعتمد على نوع الاوبريتنج سيستم اللي انت منزله. فحضرتك لما تيجي تنزل جوجل كروم تلاقي حاجه اسمها جوجل كروم فور ويندوز، جوجل كروم فور لينكس، جوجل كروم فور ماك، نوع انواع الاوبريتنج سيستم. تلاقي جوجل كروم فور اندرويد، جوجل كروم فور الاوبريتنج سيستم بتاع الاي او اس، وهكذا. فبقى هنا الابلكيشن يا اولاد ما بيعتمدش اعتماد كلي على نوع الهاردوير. انت عندك هاردوير مختلفه ولكن عندك مجموعه من الاوبريتنج سيستم الثابته، انت هتنزل الابلكيشن عشان تختار نوع الاوبريتنج سيستم بتاعك. وكده عملنا ابستراكشن لاير. لو احنا ما كناش عملنا الابستراكشن لاير دي حضرتك، فاحنا عندنا الافات مؤلفه من انواع الكمبيوترز، صح كده ولا لا؟ عندنا مثلا يعني لو قلنا ارقام ممكن نقول مثلا 20,000 نوع كمبيوتر مثلا. فلو 20,000 نوع كمبيوتر فاحنا كنا نضطر نعمل جوجل كروم فور 20,000 ابلكيشن، صح كده ولا لا؟ ولكن وجود الاوبريتنج سيستم هنا عمل لي الابستراكشن لاير، خلاني انا نوت انترستد نوع الهاردوير بتاعي ايه، انا انترستد نوع الاوبريتنج سيستم بتاعي زي الفل. وابتدت تظهر فعلا اللانجوج على اساس ده، وابتدت تعمل كذا بروجرامز، ابتدى يظهر على الكلام ده وابتدى يعمل بروجرام سي مثلا. ومع وجود الهاي ليفل لانجوج ابلات ابتدى يظهر نوع ترانسليتور تاني. حاضر اتفضل. حلو. لو انت زي زمان، لو انت زي زمان مع كل هاردوير انت بتعمله هتضطر تعمل ابلكيشن جوجل كروم. ليه؟ لان الاوامر اللي بيفهمها الكمبيوتر ده غير الاوامر اللي بيفهمها الكمبيوتر التاني. ولو هما الاثنين نفس الاوامر يبقى انت عملته ليه اصلا؟ صح. ما انت لما بتعمل كمبيوتر جديد معنى كده ان هو بيفهم اوامر اكتر او بيعمل حاجه احسن، صح؟ والا لو هما الاثنين واحد يبقى انت ما عملتوش اصلا. فانت موجود ايه زي الفل. بس احنا اتفقنا ان احنا كل كمبيوتر لما بنعمله بنغير في حاجه اسمها الانستراكشن سيت، يعني مجموعه ال1 والزيروز دي بتتغير. فكودك كده كده في الاول في الاخر بيتحول ل1 والزيروز، فانت لازم تكون بروتابل 100%. احنا اتفقنا ان الهاي ليفل لانجويج عملت كود ما بيعتمدش على الهاردوير فعلا، بس بنسبه 80% ما بيعتمدش على الهاردوير، في 20% بيعتمد على الهاردوير. وصلت؟ فانت مثلا هتلاقي في ناس، هل في انت ممكن تسال السؤال بطريقه ثانيه، هل يا اولاد ينفع نكتب ابلكيشن او سوفت وير على الهاردوير بشكل مباشر من غير الاوبريتنج سيستم؟ اللي انتوا عرفتوه ده دلوقتي باللي انا قلته لكم دلوقتي لا. ولكن في علم اسمه امبيدد سيستم. هذا العلم اللي اسمه امبيدد سيستم عندهم طريقه يا اولاد ان يكتبوا السوفت وير على الهاردوير على طول من غير اوبريتنج سيستم. ولكن مع نفسي وعد اللي انا وعدته لك ان السوفت وير اللي الشركه دي بتكتبه هيبقى بيعتمد بنسبه 80% بره الهاردوير و20% على الهاردوير. فلما الشركه دي بتغير نوع الهاردوير ده هتضطر تقعد تقعد الناس اللي كتب الكود ده تاني ويعدلوا عليه بنسبه 20%. فاهم قصدي؟ بس انت مش عايز تعمل كده، انت عايز تعمل وان ابلكيشن يشتغل على الهاردوير، على وان على ميني هاردوير، هاردويرز مختلفه، صح؟ ده ليها افكارها ودي ليها افكار. افكار الكمبيوتر والبي سي والحاجات دي والبروجرامنج لانجويج بتاعت الكمبيوتر والويب والحاجات دي كلها افكارها ان احنا عايزين نبقى بروتابل. افكار الامبيدد لا، احنا بنكتب سوفت وير على الهاردوير على طول لاسباب كتير. اول حاجه علشان انا عندي الهاردوير ده صغير مش كبير. لو انتوا مثلا اوريكوا حاجه مثلا اسمها اردوينو مثلا، دي مثلا يا شباب ده اردوينو. اردوينو ده 512 كيلو بايت رام. دي ينفع نتحكم مثلا في لايتنج سيستم، في حاجات كتير يعني. لو انتوا كمان بصيتوا على حاجه زي دي مثلا، صح، من غير او اس، بصيتوا على حاجه زي كده، دي في علم الاي او تي. دي ان احنا بنجيب هاردوير يا اولاد اسمه اس بي 32. اس بي 32 دي ان شاء الله لما جينا في كورسات الاي او تي، انا السوبرفايزر بتاع الاي او تي فتبقى تشوفوني يعني هناك. فتشوفوا حاجه اسمها اس بي 32، دي بنبتدي نبرمج الاس بي 32 دي حضرتك ان هي تطلع على الانترنت كمان، مش بس ان انت تكتب كود على الهاردوير بشكل مباشر، ده انت كمان تطلع على الانترنت. فدي نعمل بيها مثلا، عارفين اليكسا اللي هي هي سيري مثلا، ليد اون ليد اون مثلا، نور اللمبه، ترن اون اللمبه مثلا، مش عارف ايه اليكسا اللي انت بتكنترول بيها بالفويس. فانت مثلا ممكن تعمل سيستم باليكسا باستخدام الاي اس بي 32 دي، تجيب مثلا جوجل اسيستنت ويتوصل الاي اس بي 32 دي بالانترنت وتوصله باللمبه مثلا او اللمبه اللي في بيتك. والله في ثانوية عامة زي الفل. فانت مثلا تعمل حاجة شبه أليكسا بالإيز بي 32 دي، تعمل بيها زي سيستم بكنترول فويس أو بالصوت.
بصوت بقى بأي حاجة انت عايزها، ممكن بكوماندز بأي حاجة انت عايزها. دي فكرة الاي او تي، ان انت توصل لشوية ديفايسز على الانترنت، الديفايسز دي تخليها تتكلم على الانترنت. طيب ففكرة ان السوفت وير يتكتب على الهاردوير دي موجودة يا اولاد، ما فيهاش مشكلة. بس احنا اتفقنا ان احنا في العالم اللي احنا فيه يعني ابتدى يبقى عندنا الفكره ان احنا محتاجين اوبريتنج سيستم في عالم الديسكتوب ابلكيشنز وعالم الويب والحاجات دي. احنا بقينا عايزين لير الاوبريتنج سيستم عشان نبتدي نعمل وان ويب سايت او وان ابلكيشن يشتغل على اكتر من هاردوير. ولكن تفتكر نفسك ان انت لو رحت هنا يا هندسه كتبت كود للايس بي 32 دي، فانت بتكتب كود للايس بي 32 بس. لو رحت غيرت الايس بي 32 دي وغيرت مثلا نوع هاردوير تاني، جبت مثلا حاجه اسمها ايس بي 8266، الكود اللي انت كتبته ده بنسبة 20% هيتغير فيه. لا، العقبة في الأوامر الكود اللي انت بتكتبها. لا، مش المشكلة في الداتا، المشكلة في الكود اللي انت كتبته على الهاردوير ده. الكود اللي انت كتبته على الهاردوير ده، الهاردوير ده مثلا فيه حاجات هاردوير، الهاردوير التاني مش موجود. يعني مثلا نفرض X و Y، X ده فيها 1 و 2 و 3، Y فيها 1 و 2 بس. طب ما انا لما كنت مبرمج واحد الاكس كنت مبرمج 1 و2 و3 وكاتب كود ل 1 2 3، الواي ما فيهوش 3 دي، لان انت لازم تشيل الكود ده من الاكس صح عشان تعرف تكلمه للواي. دي ابسط حاجه. وفي حاجات بنغير الهاردوير كله، بنغير السوفت وير كله. طيب زي الفل لغايه هنا، لغايه ما ابتدت تظهر اي اول هاي ليفل لانجويج اللي هي سي لانجويج. وزي ما اتفقنا يا اولاد، مع كل لانجويج احنا بنبعد بيها عن الماشين لانجويج احنا محتاجين مترجم صح. فابتدى يظهر هنا مترجم بنسميه كومبايلر. حلو. الكومبايلر ده يا ولاد هي تول هنتكلم عليها كمان شويه، بتحول الكود بتاعي لماشين لانجويج. حلو كده يا ولاد، 1 وزيروز. حلو كده زي الفل. طيب بس للاسف كان عندنا عقبه شويه في السي. ايه هي العقبه اللي شويه في السي؟ احنا متفقين ان السي بتعتمد على الاوبريتنج سيستم صح، زي الفل. فانا دلوقتي لو عندي انواع اوبريتنج سيستم مختلفه زي مثلا الويندوز واللينكس، عندي عارفين لينكس؟ كم واحد عارف لينكس؟ تاخدت قلبي يا اولاد. اوبن سورس كوميونيتي لينكس. اللينكس ايه؟ لا ده انت، ده انا قابلك بعد اللينكس يا اولاد واحد من اشهر الاوبريتنج سيستم اللي بنساين عليها من غير فلوس، فما بنضطرش ان احنا نعمل كراك للويندوز او نشتري ويندوز وكده. فاللينكس اوبن سورس كوميونيتي، وفي نفس الوقت بيديك اوبريتنج سيستم استيبل اكتر سيكيورتي، فيه مميزات كتير يعني ممكن نبقى نتكلم فيها بعدين. ولكن من كمان كل ده مقابل ان انت ما تاخدش الفلوس. كمان اللينكس ابتدى يوصل بالمرحله ان انت ينفع تكريت يور اون ديستريبيوشن، يعني ينفع انت اللي كريت الاوبريتنج سيستم بتاعك. بقى في حاجه اسمها، في علم جديد اسمه امبيدد لينكس. الامبيدد لينكس ده ان انت تبتدي تستخدم تولز، التولز دي تقول انا عايز الحته دي من الاوبريتنج سيستم، انا عايز الحته دي من الاوبريتنج سيستم، عايز الحته دي ومش عايز الحاجات التانيه. فابتدي اخد الحاجات دي وابتدي اعمل بيها اوبريتنج سيستم واسميه مثلا مينا اوبريتنج سيستم فور لينكس مثلا. فانا اعمل انا الاوبريتنج سيستم بايديا. يعني ده بنستخدمه لو احنا عايزين نستخدم الاوبريتنج سيستم ده الهاردوير صغير زي مثلا رازبري باي صح. فرازبري باي ده كمبيوتر صغير كده اولاد. الكمبيوتر الصغير ده لو احنا عايزين نكريت اوبريتنج سيستم ليه صغير، فنبتدي نستخدم شويه تولز كده تبتدي تخلينا نعمل احنا الاوبريتنج سيستم. التولز دي بنسميها يوكتو تول او يوكتو بروجكت. يبقى يوكتو بروجكت دي يا اولاد شويه ابلكيشنز ولايبرريز بتخلينا كنترول ان احنا نعمل الاوبريتنج سيستم بتاعنا فور اي هاردوير صغير. حلو كده. فزي ما اتفقنا كده يا اولاد ان الاوبريتنج سيستم، زي ما احنا اتفقنا ان في انواع من الاوبريتنج سيستم المختلف. هنفرض ان احنا عندنا ثلاثة دلوقتي، ماك وويندوز ولينكس. طيب السي للاسف يا اولاد لو انت كتبت كود سي فانت هتطلع اكسكيوتابل فايل او ماشين لانجويج للويندوز فقط. حلو. لو انت عايز تطلع لللينكس هتضطر تاخد الكود السورس كود الاصلي وتروح تشغله على لينكس عشان تطلع الاكسكيوتابل لينكس. هتاخد السورس كود الاصلي على الماك وتطلع الاكسكيوتابل بتاع الماك. فهل احنا كشركات هنتبادل السورس كود مع بعض عشان نشغله على ديفرنت ماشينز؟ فاحنا هنا دلوقتي عندنا احتياج يا اولاد ان نخلي الابلكيشن بتاعنا ما يعتمدش كمان على الاوبريتنج سيستم. يظهر اول واحده عملت السحر ده لغه اسمها الجافا. عملت سحر. لا مش جافا سكريبت، جافا العاديه. جافا العاديه عملت ايه؟ قالت لك بص انا هاخد الكود بتاعك، حلو، الكود اللي انت هتكتبه بالجافا، وعده لك على حاجه بتاعت الكومبايلر اللي هيحوله لك لماشين لانجويج صح، لوان وزيرو صح كده. انا هحول لك هنا حاجه لماشين لانجويج بس في نفس الوقت غير قابله للران، يعني ما بيحصل لهاش ران، مش هتشتغل.
حاجه كده انترميديت كده في النص، حاجه في النص. هاخد الكود ده يا اولاد بقدره قادر اشغله على اي ماشين، اشغله على اي ماشين، بس بشرط اكون منزل حاجه اسمها جافا فيرتشوال ماشين. فانت لو عندك هنا اوبريتنج سيستم ويندوز وعندك هنا اوبريتنج سيستم لينكس، وانس ان انت هتنزل على لينكس ده جافا فيرتشوال ماشين، وانس تنزل على ويندوز جافا فيرتشوال ماشين، وانس تنزل على الماك مثلا جافا فيرتشوال ماشين، الكود ده هيشتغل على اي ماشين هنا يا اولاد، صح كده؟ وظهر هنا ان اول فكره جافا عملتها ان خلت ان الكود بتاعها ما بيعتمدش على البلاتفورم، ما بيعتمدش على الاوبريتنج سيستم، صح كده ولا لا؟ حتى لو تفتكروا زمان نوكيا، زمان خالص اول ما كان في موبايل نوكيا كنا بنرن ابلكيشنز جافا، كان زمان خالص بقى قبل الاندرويد وكده، كنا بنرن كده الابلكيشن، تنزله حاجه اسمها دوت جار وترن الابلكيشنز دوت جار على نوكيا زمان خالص. ما اعرفش انتوا مواليد كام، اكبر واحد فيكم مواليد كام؟ حضرتوا نوكيا 2003؟ ما اعتقدش حضرتوا نوكيا في 2000. حضرتوا نوكيا؟ الله يرحمها بقى. يعني نوكيا زمان كانت بتقول الاندرويد ده حاجه بدعه، خسرت كتير زي الفل. طيب ففكره البايت كود يا اولاد او الانترميديت فايل دي، والفكره الجافا فيرتشوال ماشين او فكره الفيرتشوال ماشين في البروجرامنج، فكره لطيفه جدا خلتنا نرن الكود بتاعنا على اكتر من ماشين. طيب هنا بشرح لك هنا يا اولاد ان الاوبريتنج سيستم هو شويه يوزرز بيستخدموا مع ابلكيشن، والابلكيشن هتتكلم مع الاوبريتنج سيستم، والاوبريتنج سيستم هيكلم الهاردوير. طيب الترانسليتور بقى اللي بيحول الهاي ليفل لانجويج يا اولاد، في حاجه اسمها كومبايلر وفي حاجه اسمها انتربريتر. سوري، ما هو الفرق بين الكومبايلر والانتربريتد او الانتربريتر والكومبايلر؟ الاثنين تولز بنحول بيهم الكود بتاعنا لماشين لانجويج ونعرف ان نشغله، حلو كده؟ ولكن في فرق شويه في البيهيفيرز. ايه بقى الفرق اللي في البيهيفيرز؟ طيب تفتكروا كده يا اولاد، لما احنا قلنا مثال الجافا، انتوا شايفين كده مثال الجافا؟ الجافا اتفقنا ان فيها هيك كومبايلر، صح؟ اكبر، حاضر، شايف كده؟ طيب لما قلنا ان الجافا كده يا شباب فيها كومبايلر، صح؟ طلعت بايت كود، البايت كود ده ما بيعتمدش على الاوبريتنج سيستم، صح كده؟ بعد كده شغلنا حاجه اسمها جافا فيرتشوال ماشين للويندوز، جافا فيرتشوال ماشين لللينكس، جافا فيرتشوال ماشين للماك. الجافا عملت ميكس ما بين الكومبايلر والانتربريتر، حلو؟ الكومبايلر ده والانتربريتر ده، فالانتربريتر هو مسؤول عن الرننج، والكومبايلر بيحول لماشين كود. طيب مش فاهم حاجه برضك يا باشمهندس مين، تعالى ندي المثال بمنتهى البساطه. دلوقتي احنا عايزين نفرض، دلوقتي احنا متفقين الانتربريتر والكومبايلر بيحولوا ماشين لانجويج، و بيحولوا السورس كود بتاعك لماشين لانجويج. هدي مثالين والمثالين دول عايزين نفهمهم كويس. ايه المثال الاولاني؟ المثال الاولاني اللي احنا هنعمل خطاب للرئيس، خطاب الرئيس ده لازم يكون بالانجلش. فاحنا هنعمل ايه يا اولاد؟ هنكتب الخطاب الاول في ورقه بالعربي، صح كده؟ وبعد ما هنكتب الخطاب في الورقه بالعربي هنقراها كويس ونتاكد ان هي سينتاكس ونحوا ما فيهاش مشكله. بعد كده لو فيها اي مشكله هنقول عيد الورقه تاني بالعربي، صح كده ولا لا؟ كلام جميل. لو خلصنا انه الكلام كله بالعربي ده تمام، هنبتدي نحول الورقه دي لانجليش ونخلص كل التحويل بتاع الانجليش. مش هنروح لتحويل الانجليش يا اولاد غير لما يكون الورقه كلها بالعربي سليمه، صح؟ طيب وانس ان انا كتبت ورقه الانجليش بقى، وكتبت ورقه الانجليش وخلصتها، هل لو الرئيس ابتدى يقول الخطاب ده اكتر من مره، هيقوله الناس مثلا في فرنسا وناس في انجلترا وهيقوله اكتر من مره، هل محتاجين ترانسليتور تاني ولا خلاص احنا طلعنا الورقه اللي بالانجلش؟ فاحنا كل مره هنقرا الورقه بالانجلش، صح؟ هل دي اسرع ولا كل مره نروح نجيب الترانسليتور ويترجم لنا؟ دي اسرع، صح كده؟ دي كده جامده. حلو، فده الكومبايلر يا اولاد. الكومبايلر بيمسك الكود بتاعك هيتاكد منه انه ما فيهوش اي مشكله غلط، ما فيهوش اي مشكله. لو في اي مشكله مش هيحول لك الماشين لانجويج، تمام وكود سليم، هيحول لك الماشين لانجويج. بس الماشين لانجويج دي حولها لك كلها على بعضيها فتروح تشغلها على طول. طب الانتربريتر بقى بيعمل ايه؟ للاسف كان نفسي اقول الخطبه دي وانا الاهلي كسبان، بس للاسف حزين يعني، بس مش مشكله، تتعوض ان شاء الله. مش كده انه كان اسهل كاس عالم، بس مش مشكله يعني. في الترجمه الفوريه يا اولاد، الترجمه الفوريه، لو احنا كان نجيب دلوقتي كولر يترجم لنا، يتكلم بالانجلش وعايزين يترجمه بالعربي، يلا ربنا يسامح.
فاحنا دلوقتي لو الراجل المترجم الفوري ده يا اولاد هيبتدي يسمع الكلام من كولر ويبتدي يترجمه صح في اللايف صح كده ولا لا، فهيمسك منه جمله جمله ويبتدي يترجمها صح. لو الجمله دي فيها مشكله هيقول له ثانيه انا مش فاهم انت قلت ايه، بس انا ترجمت اللي قبله صح كده ولا لا، انا كده كده ترجمته حلو. لو احنا كولر ده قال الخطبه دلوقتي او قال الكلام ده عند قاله مثلا في السعوديه وجاي عايز يقول نفس الكلام في مصر، هنبقى محتاجين المترجم ولا لا؟ لان احنا هو احنا ما سايبناش اللي هو ترجمه صح كده ولا لا. فده الانتربريتر يا اولاد. الانتربريتر بيعمل ايه؟ هيمسك سطر سطر من الكود، يمسك اول سطر يحوله ماشين لانجوج ويشغله، هيمسك اول سطر ماشين لانجوج ويشغله، بعد كده ثاني سطر ثالث سطر رابع سطر، فكل مره بيمسك سطر سطر يشغله وبعد كده يترجمه ويشغله يترجمه ويشغله. لو السطر رقم 50 يا اولاد في مشكله، ايه اللي هيحصل؟ هيوقف ومش هيكمل تنفيذ. بس السؤال بقى هنا، واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة لغاية 49 اشتغلوا ولا لا؟ اشتغلوا. طب تفتكروا انهي الاسرع، كومبايلر ولا الانتربريتر؟ كومبايلر ليه؟ صح. الناس تنخدع، الناس تنخدع في اول مره وتقول ان الانتربريتر احسن، علشان الانتربريتر يا اولاد بيمسك سطر سطر وينفذه سطر سطر وينفذه. بس الماشين لانجوج يا اولاد سوري الكومبايلر اسرع لسبب، لانه خلاص طلع هو وانس ان هياخد مره واحده بس وقت، بعد كده هيطلع ماشين لانجوج وانت كل مره هتشغل الماشين لانجوج على طول. انما الانتربريتر انت كل ما بتشغله محتاج كل شويه تترجم وبعد كده تشغل تترجم وتشغل تترجم وتشغل، فبالتالي الانتربريتر ابطا. طيب الانتربريتر احسن ولا الكومبايلر؟ شكرا. بنحس ايه؟ الكومبايلر والانتربريتر مفيش حاجه فيهم احسن من الثانيه. هي الكومبايلر او الكومبايلر لانجويج، الكومبايلر لانجويج زي ما نعرف كمان شويه ان هي ستاتيك لانجويج بنسميها، هنلاقيها ان هي بيرفورمانس احسن. ولكن الدايناميك لانجويج او الحاجه اللي بتعتمد على الانتربريتر بيكون ليها ديفلوبمنت اسرع، فانت بتكتب كود اسرع، فهنلاقي دي ليها مميزات ودي ليها مميزات. حلو. فبالتالي ان مفيش حاجه اسمها كومبايلر وانتربريتر احسن من بعض ولا ايه، هي بيزد اون الاحتياج اللي انت عايزه. طيب هلاقي ان بعد كده ظهر حاجه عايزكم برضك تبصوا عليها يعني في السيرش بتاعكم، حاجه اسمها جاست ان تايم كومبايلر. دي بقى ايه جاست ان تايم كومبايلر؟ ميكس بقى ده، اروح انا جايب الانتربريتر واقول له انت مش انت الانتربريتر بطيء، خلاص تعال هحط جواك كومبايلر. اول ما هلاقي كود بيكرر كتير الكومبايلر ده يقفش ويقول له خد تعالى انت رايح فين، انت بتتكرر كتير، فانا كل مره شويه كل شويه هروح اترجمك وبعد كده اروح اشغلك اترجمك واروح اشغلك، لا انا هترجمك مره واحده وهخليك جنبي كل ما هتيجي تشتغل هشغلك. فده جاست ان تايم كومبايلر، حاجه كده ميكس ما بين الانتربريتر والكومبايلر في باكج واحده. فجاست ان تايم كومبايلر ابتدى يظهر في معظم اللانجوج الجديده زي بي اتش بي 4، كان بي اتش بي 3 مش موجود. جافا سكريبت ابتدت تتطور في جاست ان تايم كومبايلر، الجافا بقى فيها جاست ان تايم كومبايلر وهكذا. فده كونسبت جديد في البرمجه. لا دي 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 هي حاجه من ضمن الحاجات بتاعه الكومبايلنج، ان هو الكومبايلر ان هو يتاكد انه الحاجات الكلمات الموجوده في اللغه دي مكتوبه صح والدنيا تمام. لا 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 مش قصدي كده، انا قصدي هنا ان انت في الاول وفي الاخر انت عايز تحلل الكود اللي انت شغلته ده يبقى ماشين لانجوج فتعرف تشغله. هل انت كل مره هتبتدي تحوله لماشين لانجوج ولا انت تحوله مره واحده بس ماشين لانجوج وتشغله على طول؟ لو انت مره واحده يبقى انت بتعتمد على الكومبايلر، لو انت كل مره هتبتدي تمسك سطر سطر تحوله لماشين لانجوج وتشغله يبقى انت بتعتمد على الانتربريتر. فانت هتلاقي ان دي فيها مميزات ودي فيها مميزات. فقالوا لك طب ما نجيب الحلو من هنا والحلو من هنا ونبتدي نشوف الكود اللي هيتكرر كتير، يبقى جوه الانتربريتر كومبايلر بنسميه جاست ان تايم كومبايلر يبتدي يشوف الكود اللي هيتكرر كتير، بدل ما كل مره يبتدي يترجمه ينفذه يترجمه ينفذه، لا هيحطه جنبه يترجمه مره واحده وبعد كده ينفذه على طول. وصل كده؟ طيب البايثون بقى، البايثون خد نفس الفكره بتاعت الجافا وابتدى يعمل بيها امبلمنتيشنز، يبتدي يحول البايثون لماشين لانجوج برضك. طيب حد عارف البايثون انتربريتد لانجوج ولا كومبايلر لانجوج؟ طيب جمله شهيره جدا بنسمعها كلنا في الجامعه وبنسمعها كتير على الانترنت ان البايثون انتربريتد لانجوج. يس هو البايثون انتربريتد لانجوج برضك. بعض يعني انا ليا وجهه نظر يعني تحفظيه ان الانتربريتد والكلام ده مش على اللانجوج اكتر مع الامبلمنتيشن، الحاجه اللي بتحول الكود لماشين لانجوج، بس هنفرض ان هي البايثون انتربريتد لانجوج. بس انا جيت اول ما اتعلمت كده في الاي تي اي لقيت ان بكتب كود بايثون بلاقي ان الكود البايثون ده لو انا كاتب الايرور في السطر رقم 5 ما
مفيش ولا واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة بيشتغلوا، ولا ايه ضرب برضك كومبايلر ايرور؟ طب ازاي بايثون انتربريتد لانجويج وازاي بيضرب كومبايلر ايرور؟ ولاقي في نفس الوقت، ولاقي في نفس الوقت برضك انه ساعات اكتب كود فيه غلط ولاقي انه نفذ واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وضرب في رقم ستة، يعني كده انتربريتد لانجويج. العالم عايز مننا ايه؟ هو انتربريتد ولا كومبايلر؟ هو للاسف يا اولاد هو انتربريتد بس هو بيبقى فيه حاجه اسمها كومبايلر صغير بنسميها توكنايزر. ايه هو التوكنايزر ده؟ التوكنايزر ده بيتاكد من بعض السنتكس البسيطه وليس الاساسيه، يعني بعض السنتكس البسيطه بالظبط سبيسز الكولوم التابس والكلام ده، فبيتاكد من بعض السنتكس البسيطه يا اولاد. لو لقاها ان هي مش فاليد هيضرب حاجه اسمها كومبايلر ايرور او توكنايزر ايرور. ولكن هو البايثون الامبلمنتيشن بتاعه انتربريتر، يعني هو بيزد اون انتربريتر، بس هو مش فولي كومبايلر، هو في كومبايلر صغنون خالص 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 انت لو شفته ما تستغربش ده توكنايزر. انما جافا مثلا، جافا فولي كومبايلر فولي انتربريتر، يعني جافا لو انت كاتب اي سنتكس غلط هتضرب كومبايلر ايرور، وفي نفس الوقت لو عامل مشكله في الران تايم هتضرب ران تايم ايرور، فهترمي اكسبشن يعني في الران تايم. فجافا بتسميها فولي كومبايلر فولي انتربريتر. ده سؤال في الانترفيو، هي جافا كومبايلر ولا انتربريتر؟ يقول لك جافا الاثنين. طيب عايز اقول لكم حاجه، مش عايز الخبطكم، انه اللي انا رسمه ده هو نوع واحد من الحاجه اللي بتحول البايثون لماشين لانجويج، نوع واحد. في انواع تانية، فاحنا لو احنا بصينا مثلا كده كتبنا على جوجل بايثون امبلمنتيشن هنلاقي في ويب سايت شهير جدا اسمه جيكس فور جيكس، من اشهر الويب سايتس في البروجرامينج. جيكس يعني مهووس، فجيكس فور جيكس يعني شويه ناس مهووسه، الناس مهووسه زيهم. تعرفوا ان الديفلوبرز في المانيا ما بياخدوش تصريحهم بعد 10 سنين في المحكمه، فشويه ناس مهووسه بناس مهووسه زيهم. فاحنا لو نزلنا كده اولاد على فكره الامبلمنتيشن بتاع البايثون هنلاقي ان في حاجه اسمها جي ايسون زي ما انتم شايفين، هنلاقي في حاجه اسمها ايرون بايثون، هنلاقي في حاجه اسمها بي واي بي واي. وزي ما انت شايف كده البي واي بي واي ده يا شباب ده في جاست ان تايم كومبايلر على انتربريتر على كومبايلر لوحده، قصه وروايه. فدي تولز بتحول البايثون. فهنا البايثون يا اولاد هو لانجويج وليس، يعني ما نقدرش نقول ان البايثون ده هو انتربريتد ولا كومبايلر بشكل صريح. هو نقول الحاجه اللي بتحول البايثون ده لماشين لانجويج هي ايه؟ بي واي بي واي ولا حاجه اسمها سي بايثون ولا جي ايسون ولا ايه؟ لان بقى عندي اكتر من تولز يا اولاد بتحول البايثون دي لماشين لانجويج وتشغلها. طب واحد يسالني سؤال يقول لي انت كده لخبطتني قوي يا باشمهندس مينا، انا مش فاهم حاجه. هو انا دلوقتي لما كنت افتح البايثون وافتح البايثون من الويب سايتس بتاع البايثون يا اولاد واعمل داونلود بايثون داونلود مثلا، هو انا كده كنت بنزل ايه بقى؟ انهي نوع من اللي انت قلته لي ده؟ قالك الديفولت يا اولاد اللي البايثون باي ديفولت بيبقى موجود حاجه اسمها سي بايثون. السي بايثون هو ده الديفولت. لكن انت عايز تنزل اي حاجه تاني غير السي بايثون، لو انت عايز تنزل اي حاجه تاني غير السي بايثون هتروح مثلا تنزل بي واي بي واي مثلا، هتروح تنزل التولز بتاعت البي واي بي واي، ويبقى هي كل واحد فيهم يا اولاد بيقول انا اسرع، انا بحسن في الميموري كذا، انا مش عارف ايه. فكل واحد بيدي مميزات ويقول لك انا ابتدي احسن لك في البرفورمانس بتاع البايثون. طيب زي الفل. طيب انا في حيره يا باشمهندس مين اروح اتعلم ايه؟ احنا الساعه كام؟ 42. احنا بدانا وكام حد فاكر؟ 12 بالظبط. طيب قدامنا 5 دقايق ما تقلقوش. واحد يسالني سؤال يا شباب يقول لي انا باشمهندس مين العالم كبير، اروح اتعلم انهي لغه برمجه؟ ديفرنت لانجويج، بايثون، بي اتش بي، سي شارب، بيرل، فيجوال بيزك، سي، جافا، جو، سي بلس بلس. ده ايه العالم ده؟ طب انا اروح اتعلم انهي لانجويج ولا اروح اتعلم اساسيات ايه؟ هقول لك indifferent. انت لازم تكون حاجه اسمها سوفت وير انجينير او سوفت وير ديفلوبرز، تتعلم اكتر من لانجويج. ولكن احنا بنقسم اللانجويج دي يا اولاد لحاجه اسمها شمال جنوب غرب شرق كده، حاجه اسمها ستاتيك دايناميك ويك سترونج. فنلاقي ان معظم اللانجويج يا اولاد هي بتعتمد على التقسيمه دي. طيب انا اختار انهي لانجويج يا باشمهندس بيه؟ لو انا ربنا كرمني وفتحت شركه وعايز ابقى الشركه دي اكتب فيها سوفت وير، اقول للديفلوبرز بتوعي انتوا عايزين بي اتش بي ولا سي شارب ولا الكلام ده؟ اقول لك والله يا ابني ما كانش حد غلب. هذه اللانجوج يا اولاد يعني ما فيش حاجه اسمها البيست لانجوج، ما فيش حاجه اسمها دي احسن لانجوج موجوده في العالم،
كل حاجه وليها حاجه فعلا. واللي بيختار الحاجه دي واحد بيسميه سوليوشن اركتكت. السوليوشن اركتكت اللي هو بيقول ان احنا بروجكت ده هنعمله بانهي لانجويج، ده ممكن يغرق الشركه يعني. ده حد كده اكسبيرينس يعني، عقبالنا كلنا اكسبيرينس مثلا 15 20 سنه وشاف بروجكت بعدد شعر راسه ويقول انا بيتهيأ لي ان احنا ان شاء الله لما هنشتغل على البروجكت ده هنشتغل على اللانجويج دي ان شاء الله اللانجويج دي هتبقى الدنيا تمام. فنفرض مثلا ان تويتر اول ما بدا، تويتر اول ما بدا الابلكيشن كان بيشتغل بالديناميك لانجويج، مش فاكر اسمها، هنقول ايه هي الديناميك لانجويج كمان شويه، كان بيشتغل بلانجويج معينه، ابتدى يفضل شغال بالديناميك لانجويج دي لغايه ما وصل للسقف مش عارف يطور البروجرام بتاعه اكتر من كده. فابتدى انه في حد من جوه تويتر يقول احنا عايزين ناخد قرار ان احنا نحول المين كومبوننت بتاع تويتر لسكالا. كان ممكن ينجح وممكن يفشل، صح؟ هو مجرد تخمين. بس سكالا دي واحده من الستاتيك لانجويج، فالبرفورمانس بتاعهم اسرع. فبالتالي فاكرين لما كنا بنقول كومبايلر وانتربريتر، الكومبايلر اسرع، فبالامبلمنتيشن بتاع السكالا هو بيزد ستاتيك، فالكومبايلر امبلمنتيشن فبيكون اسرع. فقالوا خلاص احنا لما نحول لسكالا ان شاء الله الدنيا هتظبط معانا. مش معنى كده ان الديناميك وحشه ولا الاستاتيك احلى حاجه في الدنيا. الاستاتيك ليها استخداماتها والديناميك ليها استخداماتها. ما هو الديناميك اسرع في الديفلوبمنت، عملوا ابلكيشن بسرعه، واحنا مش كل يوم هنروح نعمل تويتر، مش هنروح نعمل مليارات الناس اللي هتكونكت علينا، صح كده ولا لا؟ طيب الاستاتيك والديناميك والسترونج والويك، خلينا بسرعه ناخد اكزامبلز على تو لانجويج، لانجويج زي السي مثلا. فانا في السي كتبت كده كود، فنعرف ان احنا اول ما بنتعامل مع اي بروجرام يا اولاد بناخد ديتا، البروجرام بتاعنا بيكون شويه اوامر وشويه ديتا. عشان ابتدي اخزن الديتا دي، حضرتك ينفع اسالك سؤال؟ ينفع تشيل الشاي في الهواء ولا لازم تشيله في كوبايه؟ فانا بالتالي الديتا دي لازم اشيلها في حاجه، الحاجه اللي انا ينفع اشيلها دي لازم اشيلها في فاريبل. حلو، فالفاريبل ده لو انا جيت ابتديت اقول حاجه اسمها انت اكس كده، سوري انت اكس، او خلينا نشتغل سي بلس بلس، هرجع لك البايثون تاني حاضر. لو انا جيت دلوقتي يا اولاد عملت حاجه اسمها انت اكس بت ايكوال 5، فانا عملت فاريبل كده يا اولاد، الفاريبل ده نوعه انتجر شايل قيمه رقم 5. الاستاتيك لانجويج بتقول لك ايه؟ بتقول لك لو انت بتعرف الفاريبل، الفاريبل ده هيفضل تعرف فيه الداتا تايبس وتقول له انت اساسا ايه الداتا تايبس اللي انت تعرفها، وهتفضل الداتا تايبس دي ثابته طول البروجرام. ما ينفعش اجي تحت كده يا اولاد اقول اكس بت ايكوال مينا، ما ينفعش اخلي بعد ما كان الاكس بتشيل انتجر تشيل سترينج. واحد يقول لي باشمهندس مين نرجسي عنده؟ اقول له ايه. فنلاقي ده ضرب كومبايلر ايرور يا اولاد، انه ما ينفعش هنا نغير ان الاكس دي يبقى ايه، يبقى سترينج، صح؟ ولكن بودره قادر يا اولاد، سبحان الله سبحان الله، لما نروح نغير لبايثون ونيجي نعمل اكس كده بيت ايكوال 5، ونيجي نقول اكس بت ايكوال محمد. ليه محمد؟ عشان الوحده الوطنيه، عشان نبقى رضينا كل الاطراف. هنلاقي ان بودره قادر كده يا اولاد ايه، افتكر انتم شايفين، احنا بنلاقي بودره قادر ان اكس بت ايكوال 5 يا اولاد، الله اكس بقت بمحمد. فمعنى كده ان البايثون دايناميك لانجويج. دايناميك لانجويج يعني ايه؟ يعني ما حددتش الداتا تايبس واحنا شغالين في الفاريبلز، والداتا تايبس بتتحدد في الران تايم، وفي نفس الوقت ينفع الفاريبلز بتاعي ده يشيل اي داتا تايبس احنا عايزينها. حضرتك تنبسط انت كديفلوبر وتقول الدنيا بقت سهله، انا اروح اتعلم البرمجه من بكره، ولكن انت ما بتعرفش البايثون عمل ايه علشان يعمل الحركه دي. شانير الميموري، مش بهدلها، ده شانيرها، ده راح حجز مكان في الميموري يا اولاد الاول، مكان في الميموري مكانه 5، بعد كده لقى ايه ده عايز يحجز سترينج، ده انا هروح اسيب الخمسه دي خالص واروح احجز مكان جديد للسترينج. فانت شايف ان انت كديفلوبر الديفلوبمنت تايم بتاعك بقى اسرع والدنيا جميله والبرمجه سهله ومش كاتبين اي دير عسل، ولكن البرفورمانس بتاع لانجويج زي كده بيبقى بطيء عن الاستاتيك لانجويج. ولكن ارجع بقول لك تاني، البايثون مش حاجه وحشه طبعا، بايثون ده من اقوى اللانجويج اللي موجوده في البروجرامنج، ولكن الاستخدام بتاعها. طيب كده احنا عرفنا الاستاتيك والديناميك، هنلاقي ان البايثون ويك لانجويج، او سوري سترونج لانجويج البايثون. ليه البايثون سترونج لانجويج؟ لان احنا جينا عملنا كده برنت يا اولاد وجينا كتبنا 10 زائد مثلا كلمه 10 وجينا شغلنا الكلام ده يا اولاد، الاقي انه ضرب ران تايم ايرور. ضرب ران تايم ايرور ليه؟ لان قال لك انت عايز تروح تجمع حاجه انتجر زائد حاجه سترينج،
انا كبايثون عندي سترونج يعني ما بعرفش اعمل اوتوماتيك كاستنج، ما بعرفش احول العشرة دي في الران تايم الى تبقى سترينج زيها فلزقهم في بعض. ولكن احنا لو رحنا دايناميك لانجويج تانية زي جافا سكريبت مثلا، حلو، وشلنا البرنت دي كتبنا بس كونسول كونسول دوت لوك، كونسول دوت لوك بقى ده الامر بين انت يا اولاد. لو احنا رنينا الكلام ده اولاد كده هنلاقيه اشتغل عادي وحط 10 زائد 10. ليه؟ لان جافا سكريبت قدر يعمل اوتوماتيك كاستنج، حول الجافا سكريبت الى الجافا سكريبت حولته 10 ل 10. فتلاقي دايما في سؤال في الانترفيو يقول لك هي جافا سكريبت ايه دليلها ان هي لوسلي لانجويج او ويك لانجويج؟ لوسلي او ويك لانجويج؟ لوسلي او ويك لانجويج لان هي بتعرف تعمل اوتوماتيك كاستنج. لا، الرقم اللي طلع ده سترينج وعمل حاجه اسمها كونكات، لزقته سترينج في بعض. يس، حول الانتجر دي لسترينج وراح لزق السترينج في السترينج. يس، كلامك مظبوط. وعارف هو لوحده ولا انت اللي قلت له؟ هو لوحده، صح؟ زي الفل. اخر حاجه بقى، احنا كده خلصنا يا اولاد. اخر حاجه ليه بايثون؟ لان البايثون مش من اشهر 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 الديناميك لانجويج. وزي ما احنا اتفقنا مع الديناميك لانجويج يا اولاد ان احنا بنعمل ابلكيشن سريعه، فهنيجي هنا للبايثون يا اولاد هنلاقي ان البايثون كل دي تكنولوجيز موجوده في البايثون. دي دي نقطه ايه؟ لو احنا عايزين نتعلم بايثون، نتعلم بايثون ازاي من اول البيزك لغايه الادفانسد، لغايه ما نروح ويب، لغايه ما نروح ماشين لانجويج، لغايه ما نروح اي تخصص انت عايزه في البايثون. البايثون من اشهر اللانجويج في الماشين ليرنينج، اشهر اللانجويج في الاي ار، من التوب ريتس في الويب. فاحنا عندنا مثلا ثلاثه فريم ورك في الويب اسمهم فلاسك وجافو وفاست بي اي. فاست بي اي دي يعني حتى فلاسك وفاست بي اي انت بشويه كود، سطرين كود تروح تعمل ويب ابلكيشن، سطرين كود تعمل ويب سيرفر وكل حاجه جاهزه ولا اي حاجه. دنيا ثانيه خالص. هتلاقي عندك لايبرز الباندز والحاجات بتاعه الداتا ساينس، عندك لايبرز التستنج، عندك لايبرز الاوتوميشن. واحده من الافيهات بتاعه الاوتوميشن دي انا تراك سوبرفايزر. طب عايز اتابع الناس في ويب سايت اسمه هاكر رانك. الويب سايت بتاع هاكر رانك ده اولاد بيبتدي الناس تاخد عليه سيرتيفيكت وتبتدي تعمل رانك. فانا عندي 27 طالب، هفضل كل شويه اخش على البروفايلز بتاعهم افضل اشوف هو خد سيرتيفيكت ايه ولا لا. فابتديت اعمل بروجرام. البروجرام ده واحده من الاوتوميشن تولز يعني اللي بنسميه ويب سكرابينج. الاوتوميشن تولز دي بتبتدي ايه؟ عندي فايل اكسل شيت كده فيه اللينكات بتاعت الطلب. الابلكيشن بيفول روب على الشيت ويفتح الويب سايت ويبتدي يدور في الاتش تي ال بتاعه الكود بتاعه على التوبكس بتاعت السيرتيفيكت ويعمل لي داشبورد كده كل طالب خد سيرتيفيكت ايه وهكذا. فالويب اوتوميشن دي من الحاجات الترندنج قوي يعني. ودي الروت ماب لو حد عايز يصورها، ودي حد تبع حد اسمه بريش بانك يعني ما رضيتش اشيل اسمه عشان هو الملكيه يعني. ده واحد على الانستغرام بس. واحنا كده خلصنا يا اولاد، مبروك. يا سلام يا سلام. شوف يا ريت محاضرات الجامعه تبقى ساعه الا ربع كده. طيب لو حد عايز يصور البتاع